وينضم إلينا عبر سكايب من بغداد الطبيب العام الدكتور عباس الطعان. دكتور عباس، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. بداية، إلى ما تعزو تسجيل العراق لمعدلات تعد منخفضة عما سجلها سابقا من حيث الإصابات بفيروس كورونا، خلافا عن دول العالم التي تسجل يعني أرقام متسارعة بهذا الفيروس خاصة مع سلالته الجديدة؟ حياك الله سيدتي العزيزة، ويسعد مساك ومسا متابعين قناة الحرة الكرام. أولا أعتذر عن منظر الشموع بسبب انقطاع الكهرباء. بالنسبة أن العراق مسجل إصابات منخفضة أو قليلة نسبيا بفيروس كورونا، وهذا يعد لسبب رئيسي وهو عدم التزام المواطنين بالفترات الأشهر القليلة السابقة وتسجيلنا لمستوى إصابات مرتفع، في حين فقد نعتقد أن هذا كله بسبب المناعة المجتمعية أو ما يعرف باسم مناعة القطيع، حيث تمكن العراق من اكتساب المجتمع هذا الشيء بدون دراية أو بدون معرفة، وهذا أمر قد طرحته سابقا مرة على قناة الحرة، قلت أننا قد نصل إلى مناعة القطيع دون أن ندري ودون وضع خطة لهذا الأمر، وهذا هو قد ما قد حدث. وإلى الآن لم تتحور السلالة القديمة اللي هي كانت في العراق، لم تؤدي إلى طفرة داخلية مما أدى إلى تحور الفيروس ومن ثم تسجيل إصابات مرتفعة جديدة كالأمر الذي حدث في بريطانيا وساوث أفريكا، ولكن هذا كله عبارة عن ترقب حذر لما يحدث في المستقبل. قد نشهد هنالك تحور داخليا في السلاله الموجوده حاليا، وذلك بسبب عدم التزام المواطنين، او قد تاتي الينا السلاله من الخارج في الاسابيع او الاشهر المقبله. طيب دكتور عباس، لماذا هذا التهاون في تطبيق اجراءات الوقايه؟ بصراحه المواطن العراقي من نوع يشعر دائما له مقدرة صبر قليلة جدا ويسأم من الالتزام، فبالنهاية في البداية كان الشعب العراقي متعاطي ويا الأمر ومتعاطي ويا إجراءات الصحة والتعليمات الوقاية، ولكن من ثم شعروا بالسأم، والكثير من الناس قد انصابوا وشاهدوا أن الكثير من الناس الذين أصيبوا قد تعافوا، لم يؤدي الأمر إلى نسبة الوفيات اللي كان يعتقدها الشعب العراقي، فبالنهاية صار عندك اعتقاد أنه ممكن أن يصابوا أن يتعافى في ظل وجود وتطور البروتوكول العلاجي، فأدى إلى التهاون بهذا الأمر. يعني هي المشكلة بطريقة سلوك المجتمع والبنية النفسية للمواطن العراقي. طيب دكتور عباس، كيف من الممكن منع دخول السلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى العراق؟ كمنع أي وباء على مستوى العالم لا يمكن المنع بشكل قطعي، ولكن يمكن الحد أو تأخير دخوله. الإجراءات التي اتبعتها وزارة الصحة هي كانت إجراءات سريعة جدا وفاعلة، وذلك بوضع حظر للسفر، حظر للطيران في كل البلدان اللي سجلت هذه السلالة الجديدة، ومنع العراقيين من السفر إليها، ومنع سكان تلك البلاد من دخول العراق باستثناء الوافدين العراقيين من المقيمين في تلك البلدان اللي سجلت السلالة الجديدة، فيتم استقبالهم صحيا في منفذ المطار اللي يتم الدخول إليه، ومن ثم التزامهم بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوم وأخذ مسحات منهم للتأكد من عدم وجود هذه السلالة الجديدة. كما أن وزارة الصحة قامت بالتعاقد حسب تصريحات السيد وزير الصحة مع شركتين عالمية لوضع أجهزة. نعم دكتور عباس، بما تختلف هذه السلالة الجديدة عن الموجودة حاليا؟ وفق المعلومات اللي تم نشرها في الكثير من المراكز الطبية والوحدات البحثية بالعالم، بأن هذه السلالة أكثر قدرة على الانتشار بنسبة 70% من السلالة، أي أن جزيء الفيروس يستطيع الالتصاق أكبر بالجسم. هنالك قد شافوا أن الفئات العمرية اللي أكثر اللي هي صغيرين بالسن قد يكونون أكثر عرضة من غيرهم بالإصابة، ولكن كمدى خطورة هذه السلالة أو مدى شراستها لا يختلف عن السلالة القديمة السابقة، وهو إلى الوقت الراهن أي أنها ليست أكثر فتكا. دكتور عباس، ماذا بشأن اللقاحات؟ متى من المفترض أن تعطى هذه اللقاحات في العراق؟ هنالك توقع أن يكون بين نهاية فبراير وبداية مارس، أن يكون يعني بين نهاية الشهر الثاني وبداية الثالث، أن ممكن العراق تصل بالوجبة الأولى من اللقاحات، وهي 1.5 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر تكفي لتلقيح 750 ألف مواطن. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من بغداد الطبيب الدكتور العام عباس الطعان، ممتنة كثيرا على حضورك معنا.